مو انت وين كنت وقت اللي صارت المجزره؟ اول مجزره كنا من اول، احكي لي من اول شو شفت من اول لحظه شفتها لاخر لحظه. المجزره الاولى كنا بدارنا الفوق. وين داركم؟ هذيك فوق داركم. بعد ما سمعنا صوت الرصاص والتفجير ومن الدبابات شبيحة الأسد. بعد هيك أخويا وقف على باب الدار عشان يشوف وين صاروا. كانت الدبابة واقفة هناك عند على الطريق هذاك. وجهت علينا وضربت علينا. ضربت على البيت فوق مو هون. نعم نعم. صار غبرة كتير وما قمت شيء. نفوت ندق بالحيطان وما بقى نقص شيء. انت اصبت شيء؟ اصابتك اصابه؟ عملية. وين؟ هون. شوف هنا مكان اصابتك زبدرين؟ قرب يعني شوي. قرب يعني. وين في كمان اصابة ثانية؟ شوف هنا. اي عمو كمل. بعد ما راحت الغبرة وهدول كلياتهم شفنا اخوي راسه لحاله ورياته لحاله وجسمه لحال. بعد المجزرة الثانية نزلونا على هاي الدار اللي هون. يعني بالمجزرة الأولى أخوك استشهد الله يرحمه. الله يرحمه. بس أخوك. بس. نعم. وقت المجزرة الثانية جابونا على هاي الدار. قاموا فاتوا علينا وقالوا لنا مين عندكم ضباط؟ قلنا لهم ما عندنا حدا. وشباب قال كلهم ما لهم بالدار بالشغل. بعدها رجعوا مرة طلعوا ورجعوا مرة ثانية. سألونا الرائد جميل ايش بيحربكم؟ قلنا لهم هون ما بيحربنا. رجع اخذوا هوية جدة وطلعوا شافوها ورجعوا شو اسمه اخذوا حطوا على الدبابة قوسوا لجدة؟ اي قوسوا. وبعدها شعلوا نار براميل هبت النار بازوت. شفناها لحنا قريبة منا بنطلع على الدار هاي اللي هوني. قاموا قالوا لنا ضلوا ما رح نسوي لكم شيء لا تخافوا النار بعيدة. لحنا ضلينا وكانوا شايلين اكياس مدري ايش معهم حطوهم برا البيت ولا بجوا بقلب البيت؟ هون على الممشى وهون بهاي الدار كمان قلب البيت حطوا كمان. ايه نعم نعم. وبعدها فجروهن علينا. بعد ما كنا نحن تحت هذول الرديم والرصاص كله تحت الحجار. رشوا كمان فوقها صايبين اختي براشا ميتي كمان واخويا مختنق بعطي ميت. اخوك اختنق تحت الركام يعني؟ ايه. واختي متصابه هون ماتت كمان. كمان؟ ايه. يعني اخواتك اثنين واختك استشهدوا؟ ايه. ومين من قرابينك؟ ايه. كمان؟ ثلاثة. ومن قرابينك مين استشهد كمان؟ قرابين جدك كمان قتلوا على الدبابة؟ كلياتهم. قرابين كل اخوالي وعمامي ماتوا. اخوالك وعمامك كلهم راحوا بالمجزرتين؟ لا اولادهم. اولادهم. الاولاد انت قصدك الاولاد راحوا بهذا البيت لما تفجر راح فيه. ايه. الاولاد والنسوان بس. ايه. بس جدك قتلوا على الدبابة. ايه. وعمي احمد قتلوه هون على هاي الدار ضربوه براسه. ليش ضربوه؟ بالروسية اول شيء عدبوه وضربوه بالسلاح وراسه كله مخه طالع وكل شيء كله طالع ما في شيء راسه. طيب لكون هذول العصابات المسلحة اللي ضربوه؟ ايش عرفت انه جيش هذا؟ شفناهم ضباط وعساكر ودبابات. ايوه كان معهم دبابات. كان معهم. ايه. حكوكم شي كلام هيك كذا كذا شي ولا؟ حكيوا كلام مع النسوان ما بيسوى او شي؟ لا ما حكوا. ما حكوكم بس انه كان عملية قتل وتفجير و... ايه. في شي يا عمو هيك بتحب تقوله؟ ايه بحب اقول انه ان شاء الله بيشوف اولاده قدامه ميتين مشلحين والله يشله ويعمل ويطول بعمره. ويطول بعمره؟ ايوه. يشله ويعمل. يعني بدك اياه يضل مشلول واعمى وعايش. ايه. خليه يموت اريح له. يموت. بس يتعذب انا بدي اياه يتعذب مثل ما تعذبت الناس.